في خطوة تقودها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حملت مشروع قانون يفدي بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي واستبدالها بالغرامة المالية. استمضي تلك الخطوة خلال مناقشات باللجنة لتنتهي عندما يتناسب مع المواطن وحريته. طبعا يبقى قرار أفضل بكتير جدا جدا، لأن في ناس كتير بتحبس احتياطي ظلم، ويبقى فيها مشاكل كتيرة جدا نفسيا وبدنيا ومجهودا على الأهل وحاجات زي كده. طبعا يفضل يبقى فيه غرامة مالية أحسن طبعا بكتير. قضية الجنحة أنا أعتقد ان الحبس الاحتياطي فيها برضه مش مجدي، يعني انا موافق غرامة مالية. احنا اتعلمنا زمان القرش بيأدب. ولم تنتهي اللجنة عند استبدال العقوبة بالغرامة، بل ستدرس امكانية تعويض المحبوسين احتياطيا حال ثبوت البراءة من خلال القانون. لا لا، حبس الاحتياطي لا، ما تلغوش، الغي ليه؟ ما ممكن مش ما تعرفش تجيبه تاني. لا مش موافق، لان مش هتمسك بالقلم تاني، يبقى طبعا خطأ، يبقى الحبس الاحتياطي احسن. لا انا مش مع الرأي ده، لان ممكن الغرامة المالية تدفع وبعد كده تيجي تدور عليه ما تلاقوش اساسا، يكون هو اتصرف في حتة تانية وراح حتة مش تدور عليه تاني. احترام القانون وسيادته يأتي من خلال احترام القانون لذاته الى الحريات، والدفع بمقتضاه الى تحقيق العدالة في كل مناحي الحياة. يبقى الحبس الاحتياطي اجراء من اجراءات التحقيق الجنائي، الا ان استبدال ما جاء به من عقوبة بغرامة مالية خطوة برلمانية تنتظر المناقشة وتصب في مصلحة المواطن. آية عبد الحي، لبرنامج هنا القانون.